السلام عليكم، كيف احوالكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن احوال طبيعه الحال. نتوما الاحباب ديالكم مبروك عيدكم، عيد مبارك سعيد، وكل عام انتم بالف خير. في هذا الفيديو بديت لكم النهار قبل ما نسافر هكا بنهار، سافرنا نهار الاربع نهار الثلاثاء، كشاركت معكم اخر فطور عندي في الدار. وهنايا انا وبنتي كنوجدوا الفطور، درت البنات شويه درفيسه الفطور، المهم قلت نبدا معكم من هنا. كان البنات هنا ليا ثلاث، درت شويه درفيسه وخرجت منها البنات شويه ديال السمن. بنتي هنايا كتعمر البنات البريوات، هي اللي صايبه الحشوه، وما داكشي ديال الزربه زربت لكم الفيديو تحضيرات وصافي ديال الفطور. انا البنات طبقت لينا شويه الحشوه ديال البريوات، وبنتي هنا كتعمر مسمنة، عطيتها شويه مسمن ديال رفيسه، حيت منو شويه باش نديرو بها رفيسه. قياسنا هنايا خمسه الناس انا وليداتي، وبقاو تحت ثلاثه المسمنات، قلت لها كيدير فيهم الحشوه اللي بقات. هذه بنتي هي اللي كتصيب مسمن، وضروري ما ندخل وليداتها كيتعلموا، استغلوا د العطله هكا هكا رمضان يتعلموا الشيوات. هذه رفيسه ديال مسمن البنات كنت شاركتها معكم في القناه، ديال مسمن ماشي ديال التريد، كتجي سهله الصراحه هذه الرفيسه، هي كتجي سهله ماشي شي حاجه صعيبه، مسربيه. وهذا مسمن اللي عمرناه بالحشوه اللي بقات في البريوات، الحشوه ديال الطون هكا والزيتون. انا شويه البريوات البنات ها شويه، حيت داك النهار يعني نهار قبل العيد يعني اخر فطور. ركزت على الرفيسه بزاف، والباقي راه فوق يعني زدنا على الفطور. ونفيسة ندير في القناة اللي باغي يشوف الطريقة. صافي من بعد ما فطرنا البنات جمعت بنتي المعنات والدار، بناتي اصلا وليداتي الصغار كنت دوشت لهم بعد النهار، وخلطت شوية الحنة البنات خليتها ترتاح، مشيت انا البنات في يقولوا نقشت ليها ضروري عيدة عليا، حيت صدعتني البنات نهار كامل من دوشة شوية كتسنى تنقاش، قلت لها تمرة فطور وخلط الحنة خليتها ترتاح ومشيت حتى انا البنات دوشت. صافي هادشي اللي كان البنات، ومشيت نقش لبنتي صابرين حيدتها عليا، تهنيت من كنقش ليها ونتهنى صافي، ومزواقات خفاف ظريفات. المهم انا البنات ماشي محترفة في الحنة، ولكن عندي هاد الموهبة بزاف كتعجبني، نقدر ان شاء الله نعطي فيها اكثر ان شاء الله. شكون اللي قال شي شويه نتعلموا؟ انا ولدي الصغير ادم قال لي تنقشي ليا، ومعه هو درني ما غاديش نقش لي، رسمت لي واحد حلزون واحد الحيوان هكا خروف هكا في يدو، صيبت لي غير الحيوانات. صافي بنتي انا باقي كنكمل لها صابرين صبيعات. صافي راه ما باغاش الحنه، قالت لك ما بغيتوش ما عندهاش معاه، ايوا البنات صورت معكم من هنا الشيء اللي كاين. ومن بعد البنات مشيت البنات من نقش داكشي اللي حيت النهار قبل العيد انا هنا كان البنات ثلاث ولا اربع، البنات راه سافرت ما فطرتش في الدار، في مكتبين البنات نسافر نفطروا. مشيت البنات مشينا نعيدو مع حماتي، ايوا الواسي وعيالاتهم وليداتهم الدراري عشان يتلاقاو ويدوزو العيد مجموعين ضاحكين لاعبين ناشطين، هادشي اللي كان البنات. انا بنات هنا في مراكش راه كنطي معكم الفيديو في مراكش، دابا راه كلشي ناعس البنات راه جوج الليلة هادي. كنطي معكم في الصالون هنا. صافي صابرين درت لها النقش، وانا البنات درت غير السكوتش من داخل ونقش من برا، تنشف ليا لداخل السكوتش حيدتها، درت واحد الصبيعه تاكا من فوق شويه، ضروري من باروك البنات هادشي اللي كاين، ولا بد ولا بد البنات. كيف قلت لكم هذا الفيديو هذا صورت نهار الثلاث هاد اللقطات. صافي وهنا البنات نهار الاربعاء، الاربعاء البنات ما فطرتش في الدار، المهم نفس الصباح فكري ايوا جمعت البنات الباكاج ديالي، حويجاتي حويجات وليداتي، وجدت البنات حتى داكشي اللي عندي معايا، صيف شويه الحريشات شويه البيتزا شويه، المهم ديت البنات شويه البارك ديال الحلوه لابد.
شوف شي من حاجه ايوا الشيء اللي كاين باش تدينا الطريق لمراكش. شويه البنات ما فطرنا في الزنقه زدنا شويه بنات غادي يأذن علينا في برا سبحان الله العظيم. البنات بعدنا على الله خرجنا مع الربعة تقريبا من الدار، ولكن الحمد لله جبناها المغرب. البنات قد سبحان الله العظيم في مراكش في الدار الله طلعنا لقينا محاطين الفطور وداكشي ويقول الله اكبر انا قلت اصلا ديت معايا شي الحريشات في الميني بيتزا قلت لكم كان عندي شي الديسير كاين الماكين كرواسو داكشي قلت زعما الا اذن نقدر لا اذن في الطوموبيل في الطريق نفطر في الطريق اش غنديروا. ايوا الحمد لله واخا الطريق البنات راه كانت عامره الطريق راه ما كنختصر لكم هذا الفيديو كله البنات كنختصر لكم شويه شويه من حاجه هادشي اللي كاين باش نطول عليكم الفيديو بزاف. ايوا الطريق راه نتوما عارفين في ثلاثه السوايع ديال الطريق هنا الناس المغرب صافي قرب انا البنات راه كانت السبعه الشمس راه صافي قربت تغرب ايوا صورت لكم غروب الشمس سبحان الله العظيم انا بنت صافي راه ديك الساعه قربنا مراكش الدخله ديال مراكش الحمد لله مكتبين البنات نفطروا في مراكش نهار الاربعاء ديك الساعه البنات كاع ما كنا عارفين متى العيد بالضبط واش الخميس ولا الجمعه ولا ايوا هادشي اللي كاين حتى اللي عاد قالوا لينا متى العيد. الفيديو البنات دخلت لكم فيه نهار الثلاث ونهار الاربعاء ونهار الخميس يعني نهار الثلاث فاش كنت في داري كنوجدوا الفطور انا بنتي وفاش حنيت لصابرين ايوا نهار البنات هذا ديال السفر كنا شادين الطريق مع الاربعاء واخا ما صورتش لكم في الصباح التحضيرات اللي درت ولكن على حسب ما تصعيب الحال كتحضر وتصور. ها هو البنات هنايا صافي وصلنا الدار هي عند شيخي هادشي اللي كان البنات بقينا محاطين الطبله ما سلمنا ما والو البنات جلسنا تفطرنا السلام على حضره طعام هادشي اللي كاين تقبل منا ومنكم الصيام والقيام يا رب العالمين. صافي البنات هذا هو اخر فطور ديك الساعه كان داك النهار هادشي اللي كان هنا البنات نهار ديال العيد نش عيد مبارك سعيد نهار الخميس هنايا ولكن البنات ماشي صباح العيد هذا حيت فطور ديال العيد ما قدرتش نصوره مع الدراري والواسي جالسين وطرع عمرات ما عارفين هنا العشيه كان جات طفلتي الاخت الزوج ديالي كان جات عندنا هي وليداتها وصافي عمرنا عاوتاني اتاي حطوا الحليوات قلت لها بلاتي نصور حيت ما صورتش في الصباح صافي هادشي اللي كاين البنات جلسنا مع تاي شويه وليداتها دوزنا مع وقيته انا بلات وجدت الغداء انا درت لهم الغداء ديال نهار العيد ولكن بلات ما درتش الدغميره حيت تبارك الله الدراري كثار يعني حنا كنا كثار تبارك الله ما الدغميره ما تصلحش لينا خصنا بصله كثير ايوا هادشي اللي كان درنا شويه المريقه هكا باش هي الطريقه ديال الدجاج محمر التوابل اللي قام كلها والمذاق البنات كيحمق المذاق هادشي اللي كاين البنات المهم درت لكم فيديو باختصار هذا البنات ديال الدراري وسكينه حد ديالنا وسكينه عاوتاني المهم كاينه التسقيه هادشي اللي كاين وهذا هو الفيديو البنات يعني خفيف ظريف ماشي حاجه طويله وكنتمنى يعجبكم المهم راه شاركت معكم بعض اللحظات ما نسيتكمش ما تقولش غير نسيتكم كنتمنى يعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الزوينين طبعا الحال واللي مازال ما اشترك فضلا ليس امر اشترك في القناه وفعل الجرس باش توصل باي جديد وشكرا بزاف على الدعم ديالكم والمشاهده ديالكم ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله وعيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. وهذه بنات التصويره معي انا وبنتي وحماتي الى طلوا فراسكم فيديو قادم ان شاء الله.